يسعد صباحكم مشاهدينا عن جديد. وهلا صار معنا ديانا شهابي فقرة التجميل لليوم. ما بعرف عن شو رح نحكي. اول شيء يسعد صباحك ديانا. يسعد صباحك روان. عن شو فقرتنا لليوم؟ اليوم فقرتنا رح نحكي عن الديرما رولر. اوكي، لانه شفنا في شيء بخوف، شيء بغز غير القصاص. لا ما في شيء بخوف بالامان. نحن خبرينا عنها بالاول. هلا الديرما رولر اللي هي عباره عن اداه فيها ابر دقيقه. طبعا بتختلف الابر، في احجام منها، في عدد ابر اكبر، في مثلا عندك عدد ابر مثلا ببلش من المية للالف، في عنا طبعا السماكه تبع الابر، في عنا صفر. طب قبل ما ندخل بموضوع الاداه اللي ممكن نستخدمها، لشو هي وشو يعني الديرما رولر؟ تماما، هو هذا المصطلح بالذات حتى الاجانب كثير بيلاقوا لخبطه فيه، لانه في ال وار ورا بعض. فنحن عندنا ممكن نستخدمها لعلاج البشره، وممكن نستخدمها للحيه عند الرجال او للنمو الشعري. علاج البشره من اي ناحيه؟ علاج البشره نحن عندنا كذا مشاكل بالبشره، اللي هي بيكون عندنا مثلا حبوب شباب، بقع حبوب شباب. انا باكد على موضوع حبوب الشباب، لانه اذا كان حب الشباب لسه جديد وعملنا بالديرما ممكن ينتشر حب الشباب بالوش كامل. فانا باكد على بقع حبوب الشباب، يعني اللي موجود مثلا بقع حبوب الشباب، تجاعيد موجود مثلا، تجاعيد حول العين، حول التم، ممكن نشتغل عليها مع عندنا اي مشكله. اي شيء موجود بتجدد الخلايا الموجوده بالبشره، بتجدد، بتخلي تعزز الكولاجين الموجود بالوش، بتزيد الدوره الدمويه بالوش. بس عباره عن انه تمريقه بالمنطقه على البشره ممكن انها تعمل كل هاي الفائده، ولكن في مواد يعني بتنوضع بعد يمكن تفتيح المسام. هلا نحن بالبدايه كعمليه الديرما لما بنبلش فيها منجيب هي الاداه، فينا بس منعقمها على الكاميرا بس لنشوف نعرفها مزبوط. اوكي، منعقمها قبل اي شيء. نحن منعقمها قبل الاستخدام وبعد الاستخدام. أكيد. تمام، فينا نعقمها وبعدين نبلش. اي شيء موجود عندنا فيتامين نحن بنستخدمه، مثلا اي فيتامين نحن بدنا اياه يوصل لبشرتنا. اذا كان بس بدي انا الفيتامين يوصل للبشره، بستخدم الابر اللي بتكون اخف سماكه، اللي هي بس خلص انه انا الفيتامين عندي يشرب بالبشره. يعني بتكون لما بتكون الابر رفيعه هي اداه لتوصيل يمكن العلاج او الدواء بطريقه اسرع. تماما. ولما بتكون اعرض شوي؟ لما بتكون اعرض هي بتعزز الكولاجين بالوش، بتجدد خلايا البشره، بتساعد على محاربه التجاعيد الموجوده بالوش، يعني بتساعدنا على كثير امور، غير اذا كانت الابر هي السماكه تبعها اخف. وكم عيار للابر في ديانا؟ هلا نحن عندنا 0.1 و 0.3 اللي هي بس الابر العاديه. اثنين يعني. تمام، ونحن عندنا 0.5 و1 مليمتر اللي هي بتفوت بالجلد. اوف، كثير. اي كثير. ممكن للشباب لموضوع الدقن ولا لا؟ حتى لنا بس ممكن نحن اذا كنا مبتدئين، يعني البنات اللي بالبيت ممكن يشتغلوا فيها. اذا كانوا مبتدئين يفضل يستخدموا الابر اللي بتكون اقل سماكه. وفي طريقه استخدام، يعني بعض الناس لما بيستخدموا الديرما رولر اللي هي بيستخدموها بطريقه عشوائيه، نحن ما فينا نستخدمها، ممكن تسبب جروح للبشره. هاي اللي بتستخدم اللي للصبايا اللي ممكن انه يستخدموها بالبيت. طيب بنشرح بس الطريقه. هو يفضل انه تنعمل يمكن بمركز او على ايدين؟ يفضل، لا ما عندنا مشكله، حتى لو نحن بالبيت ممكن بس نشتغل بس يكونوا بيعرفوا الطريقه الصحيحه. اكيد، هو يفضل انه نحن اذا ممكن البنت حست بالم خفيف ممكن نستخدم مخدر، كميه مخدر خفيفه. اي مخدر؟ اي مخدر، المهم المخدر يعني يكون النسبه تبعه. هو في مخدرات للوش، ما عندنا اي مشكله، نستخدم المخدر. وممكن نحط، ما استخدمنا مخدر ممكن نحط فيتامينات للبشره او اي سيروم انا بدي تستفيد بشرتي منه. ونستخدمها بطريقه انه انا لما بمررها على بشرتي بمررها بهذا الشكل، وبشيل الاداه وبرجع اذا بدي مررها بالعكس بمررها بهذا الشكل، يعني طريقه عشوائيه هيك وهيك ممكن تسبب جروح بالبشره. يعني بنفس المكان مثلا اذا عم نشرح على الوش هيك بنفس المكان ممكن على الوش بهي الطريقه لكامل الوش. لكامل الوش ممكن كمان ارجع اعمل بهي الطريقه، ما عندي مشكله. للشعر، فراغات الشعر او اللحيه كمان نفس الشيء، في زيوت بتنحط، يعني في بعض الشباب عندهم فراغات باللحيه، فممكن يشتغلوا بالديمارول، بكثير كثير بتفيدهم، ما عندهم ممكن مشكله. يمكن تساعد البصلة على إعادة الإنتاج أو. طيب موضوع الوجع والألم.
هلا هو الالم الامل مع الالم هلا مع السنة بالميم واللام شوي بال ما عندنا مشكله فيه. هلا بدي اعمل لك اختبار اخر خلص الفقرة. اوكي انا ما عندي مشكله. الالم لا محتمل ما عندنا اي مشكله فيه، ممكن بنسبه معينه نشتغل فيه، بس ننتبه على الاثار الجانبيه للديرما. يعني بعد ما نحن مثلا في ناس ممكن يكون عندها حساسيه، ممكن يكون عندها صدف او اكزيما، يعني اذا ممكن ينقل لاماكن ثانيه اكيد يعني، فاذا بدهم يتبعوا هي الطريقه ممكن تسبب لهم مشاكل، فيفضل الاشخاص اللي بدهم يستخدموا هي الطريقه يكون ما عندهم هي المشاكل اللي موجوده بالبشره. طب نحن عم نحكي بس على الوجه والرأس، قلتي مشان موضوع الشعر واللحية لموضوع الشباب، للجسم ممكن إنها تستخدم هاي الآلة؟ إذا نحن عنا جروح بسيطة أو ندوب بسيطة مو عميقة طبعاً مع الأيام أو التكرار ممكن كتير يفيدنا بتخفيف آثار الجروح الموجودة بالجسم. إذا نحن عنا ندبة بالجسم أو جرح بسيط ممكن بالاستخدام المتتالي طبعاً مع الإبر اللي بتكون أسمك، بس على مثلاً الفترة تتراوح بين 3 شهور ولا 6 شهور كتير بتخفف من آثار الجروح الروح الموجودة بالجسم. طيب هو التوقيت كل قد ايه ممكن هلا اذا الابر اللي بتكون اقل سماكه ممكن نستخدمها يوميا ما تضرنا، يعني أوكي. يوميا عادي أوكي. اذا بتكون الابر الاكثر سماكه ممكن نستخدم مثلا يعني مره كل اسبوعين او مره كل شهر ما عندنا اي مشكله فيها. ولازم بعد يمكن تمرير الاله نحط يمكن فيتامينات معينة الفيتامينات أو حسب كل شخص اللي هو حسب كل بشرته. طيب نصيحة للصبايا نصيحة يعني. للصبايا أنا بفضل إنه علي. أكيد بشجع عليا بس تستخدم بطريقة صح، ودائما يتعقم الأداة الموجودة عندنا، وإذا لقوا أي مثلا مشكلة بأنه لما عم يمروا على الجلد وصار في مثلا أي مشكلة فيها يغيروها وياخذوا شيء غيره، لأنه ممكن تكون خلص ما عادت صالحة للأسف. أنا للأمانة يعني ممكن إنه أتخوف مجرد شوف شيء فيه وخز أبر. أو شيء بيشبه الإبر بعد أنت بس شفتي النتائج لا بس شفتي النتائج بعدين كثير حتحبيها. طيب ختاما يا بتعيدي لنا الاسم 3 مرات يا بتقولي ليره ورا ليره لا ليره ورا كثير اسهل ما شكرا لك ديانا سعادة استضافتك معنا كل احد طبعا بصباح سوريا. شكرا لك، انتظار افكار جديده اكيد بس بدون لامورا طبعا.